معدل الجريمة في الجزائر في تزايد ملحوظ بعد تجاوزه أكثر من 50%، مؤشر أصبح يشكل خطرا على المواطنين، وهذا ما حرك السلطات الأمنية للبلاد إلى تنصيب كاميرات مراقبة لرصد تحركات العصابات وحتى الجماعات الإرهابية التي تنشط بالمدن الكبرى. نحن نعرف أن الأمن له قيمة كبيرة جدا، والبعض يعتبر الأمن يأتي مباشرة بعد السيادة الوطنية، إذ لا يمكن أن المواطن أن يتمتع بحريته وبإنسانيته في جو لا أمن. لذلك لجأت الجزائر إلى وضع هذا المنظومة من كاميرات المراقبة في معظم الشوارع الجزائرية، وهو ما سيمكن من التحكم في القضايا الأمنية، سواء القضايا البسيطة، الاعتداءات، السرقات، أو القضايا الإجرام بصفة عامة. فما يربع عن 3000 كاميرا مراقبة موزعة عبر البلاد، مكلفة للجزائر ما يفوق عن 232 مليار سنتيم، مستندة إلى خبرات العديد من الدول الغربية كبريطانيا وأمريكا التي عرفت الجريمة تراجعا جراء استخدامها هذه التقنية. وكانت أصداء الشارع الجزائري متباينة عن استخدام كاميرات المراقبة. حسب رأيي مهمة جدا، صح ربما من جهة راح تقيد شوية من حرية المواطن، ولكن من جهة أخرى ربما الجانب الفائدة انتهى. ربما كما نعرفوا من الجانب خاصة أن الجزائر هي محتاجة وهي تحتاج كثيرا إلى الجانب الأمن. أنا نشوف بلي أماكنها في بعض الأماكن تكون شوية حساسة مثل المساجد، أنا على حسابي ما عندهاش أهمية في المساجد، ولا في حين في الأحياء السكنية ولا في الطرقات هدفها يعني حفظ الأمن والسلامة. وتعتزم السلطات في البلاد إلى تنصيب كاميرات داخل المساجد وقاعات الإنترنت، والتي رآها البعض أنها تجاوزت دورها وتعدته إلى تضييق من حرية الأفراد حتى داخل دور العبادة. تحولت معظم المدن الكبرى في الجزائر العاصمة بفضل كاميرات المراقبة إلى غرف صغيرة تبحث الجهات الأمنية في جنباتها عن سكانها من شارع إلى آخر، وبالتالي ترى فئة أن كاميرات المراقبة تصنف ضمن خانة الإجابة لتوفير المزيد من الأمن للبلاد، وترى فئة أخرى أنها تنتهك الحياة العامة. وصالح حسين، الشرقية نيوز، الجزائر.